السلام عليكم. في هذا التمرين سنشرح كيفية تحديد إحداثيات عدد في متجهة وإحداثيات مجموع متجهتين. إذن لدينا تمرين نعتبر المستوى منسوبا إلى معلم متعامد منظم OAG. لدينا مجموعة من النقط. السؤال يقول: حدد إحداثيتي كل من المتجهات 3 AC جعل 5 ED والمتجهة AD زائد المتجهة AB. إذن نبدأ بأول متجهة، تحديد إحداثية المتجهة 3 AC. إذن أول حاجة كنقوم بها هي تحديد إحداثية المتجهة AC. إذن القاعدة كتقول بأن إحداثية المتجهة AC كتساوي لنا XC ناقص XA YC ناقص YA. إذن نقوم بالتعويض. إذن XC إذن 2 ناقص XA هي ناقص 1. إذن ناقص ناقص 1، ننتبه إلى الإشارة. YC 4 ناقص YA 3. إذن AC إذن 2 ناقص ناقص تصبح 2 زائد 1 هي 3، و 4 ناقص 3 تساوي 1. الآن لدينا 3 في AC، إذن 3 في AC. إذن هنا نقوم بضرب العدد 3 في الأفصول وكذلك في الأرتب العدد أرتب إحداثية المتجهة AC. إذن 3 في 3 و 3 في 1. إذن كنضرب العدد 3 في الأفصول وفي الأرتب ديال المتجهة AC. إذن 3 AC، إذن 3 في 3 9، 3 في 1 3. الآن تحديد إحداثيتي المتجهة جعل 5 أود. إذن بنفس الطريقة، إذن كنحدد إحداثية المتجهة أو دي. إذن الأفصول ديال دي ناقص الأفصول ديال أو. إذن الأفصول ديال دي ناقص 3، الأفصول ديال أو هي ناقص 8. إذن ناقص ناقص يمكن لي نديرها بشكل مباشر. إذن ناقص ناقص 8، إذن ناقص ناقص كتولي زائد، يعني زائد 8. الأرتوب ديال دي اللي هو 9 ناقص الأرتوب ديال أو اللي هو ناقص 6. إذن 9 ناقص ناقص 6 أي 9 زائد 6. إذن أو دي ناقص 3 زائد 5 تساوي، أو ناقص 3 زائد 8 تساوي 5، و 9 زائد 6 تساوي 15. الآن 2 على 5 مضروبة في أو دي. إذن 2 على 5 مضروب في المتجهة أو دي. إذن غادي نضربو 2 على 5 في الأفصول ديال المتجهة دي اللي هو في 5، و 2 على 5 في الأرتوب ديال المتجهة أو دي. إذن 2 على 5 أو دي. إذن 2 على 5 في 5 على 5، إذا احنا عندنا اختزال بالعدد 5 يبقى العدد 2. 2 على 5 في 15، إذن عندنا 15 وعندنا 5. إذن نقوم بالقسمة البسط والمقام على 5. إذن كنخصصوا بالعدد 5 تبقى لنا 2 في 3 اللي هو 6، وبالتالي ف 2 على 5 او دي هي 2 6. الآن تحديد إحداثية المتجهة AD زائد AB. إذن أول حاجة كنقوم بها هي تحديد إحداثية المتجهة AD و AB. إذن AD، إذن الأفصول ديال D ناقص الأفصول ديال A أي ناقص 3 ناقص ناقص 1 أي زائد 1. الأرتوب ديال دي اللي هو 9 ناقص
ثلاثة. إذن أدي ناقص ثلاثة زائد واحد ناقص اثنان، وتسعة ناقص ثلاثة تساوي ستة. إذن ولدينا هنا أ بي. إذن الأصول ديال بي دائما الأصول ديال النقطة اللي كاينة في طرف المتجه. إذن الأصول بي ناقص الأصول ديال أ، إذن أربعة ناقص ناقص واحد، إذن أربعة ناقص ناقص واحد هي زائد واحد، ناقص اثنان ناقص ثلاثة. إذن أ بي أربعة زائد واحد خمسة، ناقص اثنان ناقص ثلاثة ناقص خمسة. الآن غادي نديرو إحداثيات المجموع المتجهتين أ دي زائد أ بي. إذن الإحداثيات ديالهم كندير الأفصول ديال المتجه أ دي زائد الأفصول ديال المتجهة أ بي. إذن ناقص خمسة زائد خمسة، ناقص خمسة أو ناقص اثنان زائد خمسة. الأرتوب ديال أ دي زائد الأرتوب ديال أ بي، إذن ستة زائد ناقص خمسة، ستة زائد ناقص خمسة، إذن زائد ناقص هي ناقص، يعني ستة ناقص خمسة. إذن أ دي زائد أ بي ناقص اثنان زائد خمسة تساوي ثلاثة، وستة ناقص خمسة تساوي واحد. إذن هذا هما إحداثيتا المتجهة أو مجموع المتجهتين أ دي زائد أ بي.